شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد السرطان لشهر شباط فبروري من عام 2019؟ لح استعجل تقلك إنك داخل على شهر جيد تتناغم خلاله الأفلاك والكواكب حتى تأمن لك الاستقرار وتأمن لك الارتياح. بعد شهر من التقلبات بتطل على انفراجات واسعة ونشاطات واعدة وأرباح ونجاحات، ومع وصول كوكب ميركور لبرج الحوت بتاريخ 11 بتتبدل الأمور إيجابياً. بعدين مع انتقال كوكب مارس بتاريخ 15 لبرج الثور بتزيد الإيجابيات إيجابيات. النجاح منه بس مجرد حظ، هيك بيقولوا الفاشلين. انت هيك مش رح تقول هالشهر، رح تقول انك انت بتستاهل يلي وصلت له. في مبادرات بتكون بلاقيها التجاوب الكامل، وإذا كنت عم تشتغل بالشأن العام فيزاع صيتك في كل مكان يا عزيزي، وبتسمع الأصداء عن نجاحك وتميزك ومواهبك. بتثير الفضول أو ربما بتقوم بعمل مميز بتقدم عليه أو بحوار بيترك أثر لدى المستمعين أو بإنجاز استثنائي بيثير الإعجاب. هيدا الوقت ملائم جداً حتى توضع برنامج لشؤونك المالية ومستحقاتك كما لواجباتك. أما إذا كان عندك أفكار جيدة من أجل إطلاق بعض المشاريع فالوقت ملائم حتى تستقطب المستثمرين والمهتمين، ويمكن تكون مصدر النجاح والثراء ليلي عم بيلعبوا معك الخطة نفسها أو بيتعاملوا معك بمشروع ما. هالأمر بيساعدك انت على الحال عندك حس مالي مميز يمكن يدفعك للخارج. انت عارف انه اكتر ناس ثراء بالعالم اذا بناخد احصاءات هني مواليد السرطان؟ نعم، وهالشي لح يكون بهالشهر متاح لإلك. لح تصير حشريتك حقول استثمارية جديدة تتعلق بالسوائل مثل الماء، البترول، الغاز او غيرها، وبتغريك حقول السفر والشحن والتكنولوجيا وغيرها. يعني عندك مساحة واسعة من المهمات والأعمال يلي كتير بتريحك، وبتسعى من أجل التحرر ماليا بها الفترة. بعض مواليد السرطان بينجحوا بمجال البورصة وبيدرسوا الأسواق وبيتعلموا جديد. إذا كانت الشؤون المالية واعدة فالشؤون الشخصية والعاطفية مش مثلها، يمكن تكون مهددة. بتتحدث الأفلاك عن بعض الاحتكاكات وعن نزاعات قديمة بترجع للظهور، وربما يثير أحد أفراد العيلة مشكلة قسمة أموال أو فسخ العمل التجاري مع مقرب، أو يمكن يطالبك أحد الأقارب بعائدات فيدهشك الأمر. بتتعثر أيضا مساعي لإعادة اللحمة مع حبيب قديم أو لترتيب لقاء مع من يهتف إليه قلبك، وهالشي بالنص الأول من الشهر يلي بيحمل بعض الحساسيات. بتعاني من مشكلة غيرة أو بتفاجئك مواقف ما كنت متوقعة، ويمكن تسمع أخبار عن شخص بتميل لإله وهالأخبار تنقزك شوي، أو يمكن تستغرب تصرفات ما توقعتها بالبداية وتتذمر من تقديم التنازلات بكل الأوقات بدون مقابل. أيضا يمكن تطل على بعض الأوقات الحرجة شوي عائليا. الأخبار الجيدة يمكن تجي عن طريق المهنة بين 24 و25 حفاظ هالتاريخين، بس بتعد عن المغرضين والسارقين بين 9 و10. بين 6 و7 استفيد من كل المجالات، في شيء رح يتغير لمصلحتك.